مرحبا أيها الناجون، مرحبا بك في فري فاير، اللعبة التي نفخر بها جميعا. لا أصدق أننا تجاوزنا النصف الأول من عام 2021 موسم الربيع. دعونا نلقي نظرة على ما مررنا به وحققناه. على الرغم من كونها مرموقة كما يبدو، فقد عرض الدوري العربي لفري فاير أصعب المعارك ل 24 فريقا محترفا من مينا. ها نحن، أكثر بطولات الرياضات الإلكترونية شهرة في العالم حتى الآن. البطولة العالمية لفري فاير في سنغافورة 2021 جعلتنا في آي بي إي سبورت ودية فخورين بمعاركهم الشرسة التي لا نهاية لها. بطولة البطل العربي لفري فاير تم تصميمه للسماح للفرق الجديدة بالمنافسة والحصول على فرصها لتكون جزءا من الدوري العربي لفري فاير القادم. بالتأكيد لا يمكننا تفويت هذا فري فاير كل النجوم 2021 EMEA. لقد كانت ممتعة للغاية للمشاهدة ومزج ومطابقة المهارات واللحظات المضحكة. مع نهاية مباراة فري فاير كل النجوم يجب أن نقول وداعا لموسم الربيع 2021 ونرحب بموسم الخريف 2021. ترقبوا المزيد من التحديثات فقط على قناة غارينا فري فاير مينا على اليوتيوب.